والله بالنسبة للشباب يعني هسه حالياً صارت عندهم صعوبة بالزواج بسبب المهور اللي هواي يطلبون، اللي يطلبون 7 و8 و10، يعني الشاب هو توه بداية حياته يعني ما يقدر يوفر هيك مبلغ بالإضافة إنه مصاريف الزواج الثانية، ف يحتاج إنه أما يخفضون المهور اللي هواي صايرة على الشاب، و بالنسبة للذهب يعني أجوره صارت هواي وغالي على الشباب، ويعني ما قد ما يصير المبلغ المهر زايد قد ما راح بالنسبة للذهب هو قليل يعني ما راح يكفيهم أصلا زين. وبالنسبة للشباب يعني هم يعني وظائف ماكو وشغل ماكو، وبالنسبة للمهر غالي والأجور الزواج هواي، فيعني صار صعوبة على الشاب بالنسبة للزواج يعني.